السلام عليكم حدادي خوتي، فما كانوا الداخل او الخارج، واش راكم مبروكه؟ ونطلب ربي يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحه والهنا ان شاء الله. نصومه والله يجعل ربي يرفع علينا هذا البلاء ونخرجوا من هاد الكورونا هذه. نتمنى ان شاء الله الفيديو اللي يشوفه اخواتي ان شاء الله نتلقاهم بالصحه والهنا، وبقاو في داركم، هذا امبورطو ولا ضروري. وش بغيت نقول لكم، ان شاء الله العواشر ديال سيدنا رمضان تدخل عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. راني درت واحد المونتاج ديال واحد الفيديو، ان شاء الله نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. واما قريب ان شاء الله، الا كان ان شاء الله غادي ندير شي حصص عاوتاني ان شاء الله. وبغيت يكون الاعجاب بخصوص التلاميذ ديالنا اللي كانوا معنا قبل ابتداء ان شاء الله، من ملي بدينا الرياضه ديال التايكوندو، ملي بداو الرياضه ديال التايكوندو معنا ان شاء الله غادي يكونوا لي فوتو ديالهم، ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو ديالكم، وان شاء الله نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. وهادشي اللي كاين، ما نطولش الفيديو لان الفيديو ما بغاش نطول فيه، بغيت يكون ان شاء الله يكون كلام زين باش يكون خفيف على الذوق ويكون الاعجاب ديالكم. وديما معكم حمادي الحبيب التايكوندو، ونتمنى لكم رمضان سعيد وعواش ان شاء الله تدخل عليكم الصحه والهنا والاحباب ديالنا جميع. والسلام عليكم ورحمه الله.